لكل محافظة عاداتها وتقاليدها في أول أيام العيد. فنصيب الأنبار هو منسف الإدليمية الذي تشتهر به المحافظة، وخاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تجتمع العشائر الأنبارية على هذه المائدة. احنا الصينية خاصة الإدليمية او الصينية ام العراوي تدل على كرم محافظة الأنبار، تدل على محافظة على طيب عشائرنا الكريمة، وتدل على وهي وراثة يعني من أب الجد، من باب الكرم أي أي ضيف يجينا من أي محافظة أو من داخل المدينة، أن ندل على الصينية أم العراوي هي تعتبر اليمية، تدل على كرمنا وتدل على أنه هو شخص عزيز، فندل الصيانة أم العراوي اليمية. المنسف هو صينية أم العراوي، يدخل عليها التمن اللحم وتندار بالأعياد عندنا بالمناسبات. نديرها يعني شلون مثل يجينا خطار عندنا بالعيد بصورة عامة، يعني ما يكمل العيد إذا مو مثلا ندير الصينية أم العراوي أو نسميها احنا الإدليمية بصورة عامة. نديرها من يجينا الخطار، يجينا الضيف بالعيد بالمناسبات بكل الأفراح يعني. وتختلف النكهات وطريقة التحضير من منطقة لأخرى تبعا للسر الموجود في خلطة الطباخين والطعم المميز الذي تشتهر به بعض المحافظات. اختلاف طبعا طريقة الأعداد الإدليمية ومكونات الأكلة التي تشتهر بها طبعا يعني بالأخص مدينة الرمادي، من طريقة الطبخ والأعداد يعني تقريبا لها نكهة خاصة، خلينا نقول طريقة تركيب اللحم وطريقة يعني اللحم لازم يكون عراق، احنا نقول عليه لحم الديرة صينية أم العراوي اللي يسمونها الهدلة، يعني بالمصطلح العربي الهدلة، يعني مهدلة بالعراوي مالتها كضيافة وككرم أهل الديم، هاي من أجدادنا ومن أبهاتنا قديمة يعني. ولكل محافظة عراقية طبقها الخاص وطريقتها في الطبخ تبعا للعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وهذا ما تتميز به الأنبار. من الأنبار مصطفى مهند، ون نيوز.